دكتور محمد، إذا جمعنا كلام الرئيس أردوغان عن سعي بوتين لإنهاء الحرب، إذا جمعنا هذا الكلام مع كلام رئيس الأوكران زيلينسكي، وقد أجرى الرئيس أردوغان اتصالا بزيلينسكي قبل إلقائه الخطاب في الأمم المتحدة في الجمعية العامة، زيلينسكي يقول أن روسيا في حالة ذعر، إذا جمعنا كلام زيلينسكي مع كلام أردوغان شو بيطلع معنا؟ هذا المأزق الروسي، هذا المأزق الروسي. يشعر بوتين، ليس الأمر متعلق بأنني خسرت الآن 6000 كيلومتر مربع في شمال شرق أوكرانيا، يعني في منطقة خاركيف ولا في منطقة خيسون، ليس الموضوع متعلق بهذا. هو يشعر بأن هناك إمداد بطبيعة أسلحة أصبحت تشكل يعني مكافأة بين الجيش الأوكراني والجيش الروسي، وبالتالي بل أكثر من ذلك أدت إلى تقدم الجيش الأوكراني. فإذا تحويل أرض أوكرانيا إلى مستنقع تغرق فيه روسيا، روسيا لا تزال تذكر حتى الآن ما حصل معها في أفغانستان عندما أمدت القوات الأمريكية أو عندما أمدت أمريكا القوات المجاهدة أو المقاتلة ضد روسيا بالأسلحة التي كبدت الاتحاد السوفيتي، يعني خسائر أدت إلى انهياره في الأخير. فبالتالي هذا الموضوع ما زال حاضرا في الوجدان الروسي، والآن يرون أن الأمر يتكرر في أوكرانيا. وتذكر حضرتك أستاذ علاء أننا قلنا منذ بداية هذا الحرب على شاشتكم هنا بأنه ما يحصل في أوكرانيا هو أكبر كمين صنعته أمريكا لطرفين، لروسيا ولأوروبا. فبالتالي روسيا بدأت تشعر الآن أن ما يحصل في أوكرانيا هو كمين محكم استطاعت أمريكا أن تجر روسيا إلى هذا الكمين، هي حاولت أن تتجنب بعملية خاطفة ولكن لم تنجح، وفعلا تحولت أوكرانيا الآن إلى مستنقع كما نرى. طيب إلى أي مدى هذه الظروف تجعل كلام الرئيس أردوغان أقرب إلى الواقع قريبا؟ المقصد إلى أي مدى هذا يعطي فرصة للوساطة التركية كي تنجح من جديد وتتم عملية استئناف المفاوضات مجددا بين أوكرانيا وروسيا؟ أنا على المستوى الشخصي ومن خلال مراقبة كل الأحداث أنا أرى أن هناك استحالة الآن لتحقيق يعني إنهاء للنزاع يعني بطريقة سلمية، ولو بصيغة ترضي الطرفين بشكل مشرف كما أشار رئيس أردوغان. هناك تناقض بالكامل بين الطرفين. بالنهاية رئيس أردوغان يتكلم كوسيط، يعني يريد أن يشجع الطرفين. بعض التصريحات قد تكون تحفيزية أكثر من كونها يعني واقعية، بمعنى أنه يعني رئيس أردوغان يريد أن يستميل الطرفين، ولكن حقيقة هناك تناقض بين الطرفين. بمعنى روسيا تريد أن تكسر شوكة أوكرانيا أو أمريكا في أوكرانيا، وتريد أن تثبت أن أوكرانيا هي أرضية لا يمكن لأحد أو غير مسموح لأحد أن يلعب بها، لأنها تهدد الأمن القومي الاستراتيجي لروسيا. بالمقابل أمريكا لا تريد أبدا أن تنتصر روسيا في أوكرانيا، فبالتالي هناك عدم إمكانية. وبالتالي حتى لو زيلينسكي أراد إنهاء الحرب أمريكا لن تسمح له. أمريكا أصلاً هي التي أردوغان أكيد ما عم يحكي من عنده، كان بسمرقند والتقى ببوتين هناك وكان في لقاء بينهما، بالتأكيد هناك معلومات لدى الرئيس أردوغان. يعني أنا لا أعرف ما الذي عند الرئيس أردوغان، ولكن أنا أظن أنه هذا الأمر مستحيل حاليا، لا يمكن حسمه إلا من خلال ربما يعني قد تكون يعني الطريقة أو فلنقل السيناريو الأقرب الآن لإنهاء الحرب هو بما يحذر منه الآن الأمريكيون باستخدام أسلحة غير تقليدية، يعني تكلموا عن نووي يعني محدود أو إلى آخره، يعني بيسموه نووي تكتيكي. هل هذا الدور تدفع ثمنه تركيا حاليا؟ يعني هي تدفع ثمنه بأي معنى؟ تركيا الآن تريد أن تكون وسيطا، تريد فعلا. وعلى فكرة أقول لك تركيا هي أكثر دولة جدية في يعني تصفية هذا النزاع وفي أن تكون أن تلعب دورا في يعني إنهاء هذه الأزمة. هذا ما دفع الغرب إلى أن يكون هناك يعني موقف حد ويعني فلنقل غاضب من تركيا. خليني أوضح لك سؤال، نروح سريعا هيك بشكل سريع بس على موضوع زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، هي تندرج في هذا الإطار إلى أرمينيا وما نعم. فعلته في أرمينيا صح. يعني أول شيء ذهبت إلى أرمينيا، وقفت عند قبور الضحايا ما يسمى بالمجزرة يعني الأرمينية، وبكت هناك وقالت أن هذا عمل فظيع وأن هذه إبادة يجب على العالم كله أن يعني يعترف بها. وهذا على فكرة موقف سياسي، لأنه هذه الحادثة لا يمكن حسمها من خلال السياسة وإنما بالآثار التاريخية. وأكثر من مرة تركيا طلبت بأن يأتوا إلى الأرشيف العثماني ويقوموا بالاطلاع على الأرشيف وليثبتوا أن هذا يعني أمر مدعى وليس صحيح على المستوى التاريخي. فإذا هذا الموضوع ليس مرتبطا بموقف سياسي وإنما هو يعني يجب أن يكون نتيجة لبحث علمي تاريخي. فإذا هو موقف سياسي تابع أيضا لموقف بايدن الذي اعترف بهذه المجزرة المدعاة عندما أتى إلى الحكم. فبالتالي قامت بهذا الأمر وهذا تصعيد في وجه يعني تركيا. الأمر الثاني
أن أمريكا أيضا وافقت على إجراء صفقة مع الجيش اليوناني لتعديل الأسلحة، وفعلا قامت بتقديم أسلحة أو طائرات F-16 معدلة يعني بشكل جيد لليونان، ونحن نعرف أن هناك الآن توتر بين اليونان وبين تركيا. الأمر الثالث أن هناك كان رفع اليوم أظن أو البارحة أو اليوم رفع لحظر تصدير الأسلحة إلى قبرص، يعني بمعنى أنها تفتح الباب لصباغ تسلح في شرق المتوسط. فإذا هذه كلها هي مواقف ضد تركيا. أنا برأيي أن هذا الموضوع مرتبط بأن تركيا وقفت ابتداء موقفا وسطا في الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا أدى إلى غضب الغرب أنه أنت حلف في يعني أنت عضو في بارز في حلف الناتو، كيف لا تكونين مع هذا المعسكر، ويعني تركيا ترفض هذا الموضوع. هل واشنطن تنظر إلى أنقرة على أنها منحازة اليوم إلى موسكو؟ هي تريد من تركيا أن لا تكون على الوسط. مجرد أن تكون موقف وسط في الحرب الروسية الأوكرانية هذا يغضب واشنطن. واشنطن تريد أن تكون تركيا في موقف منحاز بالكامل للناتو ولأوكرانيا. تركيا حتى الآن تلعب دور الوسيط. هناك أمر آخر أيضا، نحن نعرف أنه بالنسبة لغاز الغاز التركي أغلبه يأتي من روسيا، يعني تركيا تنفق أكثر من 50 مليار دولار سنويا على الغاز. كان هناك اتفاق يعني يحاول أن يجريه يعني رئيس أردوغان مع روسيا لاستيراد الغاز الروسي والدفع بالعملة المحلية يعني الليرة التركية على غرار ما حصل مع بعض الدول، ويظهر أن يعني هناك موافقة روسية وفعلا تم دفع 5 مليارات دولار منذ فترة قليلة بالليرة التركية. أظن أن هذا الأمر أيضا يزعج أمريكا بشكل كبير. لماذا؟ لأنه فيه تكريس وإنجاح للسوق البديلة التي تخرج السيطرة الأمريكية بالدولار على هذا السوق. هذا ما تحاول أن تفعله الآن روسيا والصين مع بعض الدول. فبالتالي هذا الموقف التركي أيضا أغضب أمريكا أكثر، وبالتالي هذا التصعيد ستراه يعني بسبب هذه المواقف من تركيا. طب هيك أخذتنا إلى شق اقتصادي دكتور محمد.